خلف هذه الأسوار والسواتر تختبئ رؤوس الانقلاب، ولذلك يكثف طيران التحالف العربي غاراته ضد دار الرئاسة في العاصمة صنعاء. وعلى هذه الهيئة تركت طائرات التحالف العربي بوابة الرئاسة في مديرية 70 التي يسيطر عليها الحوثيون وحليفهم الرئيس المخلوع منذ تحقق الانقلاب على السلطة الشرعية منتصف العام قبل الماضي. أكثر من 100 غارة خلال 24 الساعة الماضية كان لمعسكر اللواء الرابع حرس رئاسي ومعسكر الحفا نصيب منها. عدد من المحافظات الأخرى توزعت حصيلتها من هذه الغارات المكثفة في صعدة وسط المدينة وريفها أيضا. وفي تعز هزت انفجارات عنيفة المطار ومحيط المطار الخاضع لسلطة الميليشيا، كما قصفت الطائرات مواقع لها في باب المندب. أما فيما تبقى من المحافظات استهدفت عدة غارات معسكر الأمن المركزي في المحويت، وفي عمران أيضا هزت انفجارات معسكري اللواء 9 ومقر اللواء 310، كما قصفت الطائرات في محافظة الحديدة القاعدة البحرية والمطار الخاضعين للجماعة الانقلابية. حجة ومأرب نالت نصيبها من الغارات في مدينة حرض وميدي، وفي مديرية صروح أغارت الطائرات على مواقع للميليشيا. بالطبع كل هذه الغارات لا يعرف حجم الخسائر التي تتكبدها الميليشيا، لكنها في أي حال من الأحوال بالتحصن في هذه المواقع واستخدامها مقرات لها تعرضها للقصف والتدمير. وبهذه الغارات لا يمكن قراءة ما ينتهجه التحالف العربي خارج سياسة إخضاع الجماعة الانقلابية للتراجع عن فكرة الانقلاب، وهو اختبار عسكري كمسار إجباري وحيد بعد فشل سلسلة من مساعي جهود السلام الدولية التي كان يجريها المبعوث الدولي، ويبدو في الأساس في سياق إخضاع الجماعة الانقلابية بالعودة إلى طاولة المفاوضات والتجاوب مع مقترحات تدعم فكرة التخلي عن السلاح وإطلاق المعتقلين وتحرير المدن. ليبقى السؤال الأهم، هو ما الذي تخبئه كل هذه الغارات والعمليات العسكرية في ظل تواري الرئيس المخلوع وحلفائه من جماعة الحوثي ومحاولة استمرارهم بدفع البلاد إلى المزيد من الصدامات والخسارات؟